الفلسطينيين عبر انطلاقات هذه التحديات وهذه المسار الكبير، مسار يجمع النخبة، يجمع أقوى هنا المفاريد. على بركة الله وتوفيقه ينطلق الشوط الثالث هنا والخاص بالأبكار المشتركات. على بركة الله نسير مع هذه التحديات ومع هذه الانطلاقة. الله الله يا الصدارة، الله يا المقدمة، بذهب مع المقدمة مع الانطلاق الأول من تاتي هملولة على الصدارة للسيد محمد راشد بن سلامة الهاجري، من ياتي على المقدمة على الصدارة. ولكن ثاني المراكز وصلت أيها الحبل الكريم، وصلت هنا شواهين لسيد سليمان بن حمد البريدي، من ياتي على المركز الثاني وثالث المراكز، ثالث التحديات هناك من الجانب الاخر. انطلاقة نيلة، من تاتي نيلة لعبد الله بن مجد الهاجري، من ياتي على المركز الثاني، غير في هذه اللحظات الى المركز الثاني. الله الله، اعود الى الصدارة، اعود الى المركز الاول، الى الانطلاق الاول، الى التغيير اللي طرى وجرى على الصدارة، على المركز الأول، على الانطلاقة هنا من قبل نيلة، من تاتي نيلة لعبد الله بن مجد الهاجري، من يقدم لنا نيلة على الصدارة. ولكن القدوم شواهين أسلم بن حمد البريدي، والقادم أيضا في هذه التحديات وصلت زاهية لعلي بن حمد بن جرحب، من ياتي على المركز الثاني. الله الله، يا سلام يا سلام، انطلاقة مميزة من قبل شواهين لسليمان بن حمد البريدي، ولكن بن جبريل. الله يا سلام يا سلام، انطلاقة هنا زاهية مع اللحظات الأخيرة زاهية، ولكن القادمة شاهينية بكل قوة للسيد شهوان بن مسفر الشهواني، من ياتي على المركز الأول، على الصدارة، على الانطلاق الاول، على التحديات المثيره. الله شواهين، من تاتي للسيد شهوان بن مسفر الشهواني، من ياتي ويحل مع المركز الاول. لك التهاني يا مالك شاهينيه شهوان بن مسفر الشهواني. المركز الثاني وصل، ثاني المراكز زاهيه لعلي بن حمد بن جرحب. المركز الثالث وصلت خيال لحسن بن راشد النعيمي. نعود بالتهنئه والناموس لمالك شواهين هنا، نعود بالتهنئة لملك الشاهينية شهوان بن مسفر الشهواني. والتوقيت الزمني 2:16. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. 2:16، 86 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس للسيد شهوان بن مسفر الشهواني.